المتأرخة في المحطة السابعة عشرة هنا في إنفجار حافلة. السلام عليكم، معكم جمال عبيدي قائد فريق حسن أكادير. جينا اليوم هنا كجمعية فريق قدماء فريق حسن أكادير لبينا الدعوة، قمنا بواحد المقابلة تكريمية لفائدة النزلاء هنايا. الأجواء كانت جميلة، كل شيء الحمد لله داز في ظروف جيدة. معكم في القافلة الوطنية للصحراء المغربية، وشكرا على الأساتذة، لأن شرف لي أن نحضر مع أساتذة كبار. بسميه يعني الجمعيه ديال قدماء حسين اكادير، كما كنقولوا بالدارجه ما جيناش خاويين، جبنا بعض الهدايا. سي محمد حسيني لاعب سابق ديال فريق حسنية اكادير، فماشي المره الاولى اللي جيت لهنا، فهذه واقيلا شي سادس مره اللي كنجي لهنايا، يعني مع الاخ زهير اللي كيكون اتصال معاه، يعني فوقاش ما بغانا، فحنا كنقبلوا الدعوه يعني كنقبلوها، ماشي باش نجيو نشوفوا هاد الوليدات بارفوا، لان ما كتكونش فيها غير لقاء كره القدم كما كنقولوا، كنحاولوا ما امكن هاد الوليدات هادو كنستغلوا هاد الوقت القصير اللي كندوزوه معاهم في اللقاء، ان كنتناقشوا معاهم علاش جيتي هنا واش درتي، كنقولوا ليه يعني شي حوايج هو كيجاوبك، لان الاجوبه اللي كيجاوبوني مساكن كيقول لك ما كاينش بحال الحريه، يعني الاغلبيه كيقول لك ندمت، دونك ديجا مين كيقول لك انا ندمت وما كاينش بحال الحريه فهو ديجا راه ندم على الاخر، اللي هو يمكن يكون خاطئ ويكون ماشي غير هو اللي فيه العيب، يعني على حساب المجتمع، على حساب الاسره ديالو، على حساب الحي اللي فيه، يعني كل قنت كل المحيط، هذا هو كما كنقولوا، المحيط هو اللي كيخلي الانسان يكون في الطريق المستقيم او يكون في الاغلاط اللي تخليه يدخل لهذا السجن اللي ما كنتمناوه حتى لشي واحد. كنتمناو لهم الا التوفيق هاد الناس هادو، ونتمناو لهم انهم من يخرجوا من هذا من هذا من هذا السجن هذا ان شاء الله يكونوا صالحين واندمجوا مع الناس، وحتى الناس خصهم يعاونوهم، حيت حنا ديما الساجين كنشوفوه ساجين، راه في السجن راه كاينين بزاف المظلومين كما كنقولوا. دونك وسورتو هاد الوليدات اللي هما اقل من 20 سنه، فانا كنتاسف انني كيتواجدوا هنا، ولكن الحياه هي هذه، خصو يتعلموا الحياه، خصها كيتعلموا منها الانسان. شحال من واحد طاح ووقف، دونك كان واحد طاح كما كنقولوا كطيح خاصك توقف، دونك هادو طاحوا مثلا غلطوا، فهذه نتمناو ليها تكون اخر مره ان شاء الله، اخر مره قولوا الله يطلق سراحهم، هادشي اللي كاين باللغه الدارجه. هذه مباراة وديه على كل طرف الإطار.